طبعا مع ازدياد نسبة تفوق أبنائنا وبناتنا زادت، طبعا زاد الابتعاث للخارج كمان. صحيح. بما أنه له طبعا ابتعاث قديما وحديثا، بما أنه له إيجابيات مرة كثير، الابتعاث أكيد له سلبيات، ومنها السلبيات هذه راح تنطبق أكيد على الأبناء وراح تسبب لهم شوية مشاكل، اللي هو تكسير باللغة العربية، يصيروا ما يعرفون شوي يتكلمون عربي، لازم يتعلمون من جديد. اليوم بنرحب بضيوفنا معنا بالاستوديو أكيد، الأستاذة هند إدريس، وكمان بنتها ليلى العشري. عشري، حياك الله. هلا بك. شكرا. طيب أبغى أعرف، بما أنه الابتعاث للخارج أنه هو إيجاب أكيد، بس ليه دائما تنعكس على الأطفال؟ ليش أنهم يرجعوا من هناك لغتهم مش نقدر نقول لغة ركيكة، ما يجدون العربية؟ هل أنتم يعني بنفس المكان ما تتكلمون لغة عربية كثير، أو لأنه المدرسة ممكن تأثر شوي؟ حقيقة في هناك عدة عوامل، يعني أولا يمكن إحنا الإكستريم السيتويشن حق العائلة حقتنا، لأن كان عندنا طفلة مريضة فكان ماخذة وقتنا كله. بالنسبة للمدارس هناك يعني يروحون الصباح يرجعون على الساعة 3-3:30، ما بقي فترة من النهار، خلاص النهار كله راح. يعني متى تتكلمين معهم عربي؟ متى تدرسينهم؟ مدارس أجنبية. صحيح. وقت الطفل كله يروح في مدرسة قاعد يتكلم لغة ثانية، ومرحلة التأسيس الأساسية اللي هي في الطفولة المبكرة كانوا هناك. اللي تقريبا كم كان عمرها أيامها؟ ليلى مولودة في أمريكا وعاشت هناك إلى كان عمرها حوالي 14 سنة كذا، رجعنا من 10 سنوات. طيب ليلى كيف حالك أول شيء؟ الحمد لله. أنا الآن ما سمعت صوتك. طيب ليلى، يعني بنعرف أنه طبيعي كثير مننا نبغى عيالنا يتكلموا إنجليزي بحيث أنه هي تكون هذه اللغة العملية المستقبلية، بس أبغى أعرف يعني أنت شخصيا، هل مثلا دحين بتواجهي صعوبة لما تيجي تبغى تعبري باللغة العربية؟ أنا عارف أنك فهماني، بس أتوقع رح تلاقي صعوبة أنك تشرحي لي، صح؟ صح. ححاول أني أنا أساعدك، يلا قولي لي. عندي مشاكل يعني يوميا بهذا الشيء. مشاكل من أي ناحية؟ قصدك أنه لما تتكلمين مع زملائك؟ يعني مثلا أطلب أكل على التليفون شيء كذا، ما أقدر أقول له الكلمات اللي أبغاه، اللي تبغين توصلي له إياها. يعني في الإنجليزي شيء والعربي شيء. أتحس لما تجين الترجم، يمكن لما تجي تترجم روعة. أيوة زي جوجل يعني. أيوة. لا أتوقع إنه استعمالك المصطلحات بيكون جدا مختصر وبيوصل على طول، ما بتحاول إنك تكوني كجملة عربية صحيحة. صح. طيب خلال هذه الفترة ما كانت ليلى بتحاول إنه هي يعني لما كانت في برا مبتعثة أو كنتوا حضرتكم برا، ما حاولت إنه مثلا تأخذ كلاسات للغة العربية أو تحاولوا تغير منهجها التعليمي؟ أو كنت مبسوطين إنه هي بتتقن اللغة الإنجليزية؟ لا والله مو موضوع مبسوطين، زي ما قلت لك يمكن إحنا الإكستريم حق العائلات، يعني ممكن أنا أقعد الآن أحد ثاني يقعد وينظر يقول لك ليش ما علموها، أنا علمت عيالي هالكلام هذا. يمكن إحنا كنا الإكستريم لوجود كانت عندي طفلة ثانية مريضة، كانت مريضة في ديب كوما وتوفت قبل لا نجي على طول، يعني هي توفت وإحنا رجعنا، فكان يعني نقضي مثلا أسبوع في البيت وأسبوعين في المستشفى، فكان الوضع جدا صعب. هذا عدا عن وجود ممرضات يعني في البيت كانت العناية في بنتي المريضة. فحتى في ذاك الوقت وإحنا قاعدين، رجعت ليلى من المدرسة وإحنا قاعدين معهم في البيت، فتكون اللغة المستخدمة إنجليش عشان لا تضايقينهم، يعني أنت عارفة أحد قاعد معك يتكلم لغة ثانية، فكنا نضطر ان نستخدم اللغه الانجليزيه في البيت عشان الناس الموجوده معنا. هذا عدا عن اني انا مشغوله، يعني تتكلمين دراسه وطفله مريضه واطفال صغار، فكان العافية. جدا كان الوضع صعب. طيب استاذه هند، في قصه مع الابتعاث تحبي تحكي لنا اياها؟ ايش قصتك مع الابتعاث؟ ايش قصتك مع الابتعاث؟ احكي لنا شويه تفاصيل. والله يعني كأي احنا يعني تزوجت صغيره وطلعت مع زوجي امريكا، وصار الحادث على بنتي، وقعدنا قعدت في غيبوبه فتره طويله 10 سنوات، وبعدين يوم توفت الله يرحمها جمعني وياها. الاولاد عانوا، يمكن عشان كذا ولدي الكبير دكتور، ليلى في كليه الطب، الثالثه تبغى كليه الطب، فاثر على العائله، يعني سوى يونيك زي ما يقولوا في يعني حالة خاصة العائلة حقتنا كلنا. انتو ميديسن، انا غيرت اتجهت للتربية الخاصة، يعني غيرت حياتنا كلها. يعني طيب نشوف، انتي لغتك ما تأثرت؟ لا ديفينتلي تأثرت، يعني تجي كلمات، بس لنا الآن 10 سنوات. بعدين لا تنسين اني انا لغتي الأصلية، يعني انا لغتي الأم هي العربية، هذا عدا عن ان احنا يعني من عائلة أصلا، يعني الوالد شاعر
مثلا اللغه العربيه جدا متاسسه، يعني الوالد كان نتكلم كلمتين يقول لك اعربيها اذا جبتي شيء، ما في عنده يعني مجرور مجرور المرفوع مرفوع، جبتي كلمه غلط اعربيها، ما في عندك كلام. اي اتمنى، كنت اتمنى يعني لو عيالي يتكلمون العربيه بطلاقه، يعني في كنت احب لو انهم يتذوقون الشعر كما يجب. يعني انا جبتهم هنا حافظين الالفابيت ويعرفون يصلون، عارفين عارفين الفروض والاشياء الواجبه والاساسيه. المينيموم المينيموم اي كانت سي انه انا قدرت اسوي اكثر من. طب الان الكبير ما شاء الله تعلم اللغه العربيه، صار يعرف حتى الارقام ولا جت في الكلمه يعني، بس صراحه الشكر الجزيل لجامعة الملك سعود يعني. ممتاز حلو. طيب كمان انت عفوا يعني بتدرسي طب صحيح؟ صح. طيب هل حسيت ان اللغه الانجليزيه تحديدا ساعدتك، ولا يعني عدم معرفتك باللغه العربيه بشكل كافي خلتك تواجه بعض الصعوبات؟ في الطب مره ساعدتني الانجليزي. اي لانه اصلا الكلاس هي في الانجليزي. أوكي. البروفيسور يقول اتكلموا بالانجليزي للبنات الثانيين، والحمد لله ما عندي مشكله بهذا الشيء. اوكي. الكتب في الانجليزي للطب كل شيء. بس الا اني اشوف واحده مريضه يعني لازم اسالها بالعربي. اوه عادي، انت لما تتعاملي مع المريضات هذا وضع جدا مختلف. صحيح. اختلاف اللكنات كمان، مو بس الاختلاف يعني اسامي الاشياء لازم احفظهم قبل ما اسالهم. طب عديتي واجهتي مريضه كذا تقول لك وش جالسه تقولين يعني بالعربي المكسر بس. طيب احكي لنا قصه صارت معك. اوخ بسم الله عليها، الله يحفظها لك من جد. قولي لنا. والله يعني بسالها اشياء مثل مثلا ايش جابك جايبك للمستشفى؟ اول ما علمت كنت اقول وين الوجع بدل وين الالم. طيب اوكي. ما فهمتك؟ قلت لها يعني اسفه بس العربي حقتي مكسور. ايوه. فهموا علي، يضحكون علي كمان. طب يعني تحسي انه انت نفسيا مرتاحه الان، ولا لانه لما سالت الوالده شفت انت كيف كنتي تناظري وتهزي راسك؟ لما سالت الوالده انه عفوا لما سالتها رؤى انه ما دخلتوهم مدارس يتكلمون فيها العربيه، انت هزيتي راسك، ليش هزت الراس هذه كانت؟ كنت تتمني؟ يعني كنت اتمنى انه يعني انه في حل اني اتعلم العربي في امريكا، بس ما قدرت. حتى الكلاسات اللي بيعطونها اياها ما كان في عربي بهذاك الوقت. اكيد ما حيكون في عربي. لا في بس الان في فرجينيا في الاكاديميه السعوديه ورائعه، اكثر من رائعه، لكن زي ما ذكرت لك يعني ان احنا دائما تلحقين مكان يعني بعثتك ابتعاثك، هذا عن وجود طفله مريضه، فكنا صحيح. اولا نلحق العلاج للبنت وبعدين الدراسه بس ترى ما فاتك شيء. والله ما فاتك شيء. الان تعرفي على مجموعه صديقات من الجنوب من الغربيه من الشرقيه، جمعيهم كذا جمع جميع المناطق واجلسي بالوسط بيعلموك خلال اسبوع صدقيني. يعني يمكن الشيء الايجابي في هذا الموضوع رغم انه صح مثلا الضيق انه يكون اطفالنا ما يتكلموا صحيح. عربي كويس، لكن الحلو في الموضوع انه تكون في لغه اساسيه ام أكيد. مبنيه عليها، ومن ثم ممكن الواحد يتعلم لغات ثانيه. صحيح اكيد. أيوه. اكيد بدون شك. طيب بس احنا نبغاكي تتكلمي وشويه في الشعر، ترى اللغة العربية الفصحى تجنن. جميلة. خاصة انه ابو استاذة هند شاعر. طب لو قلت لك بعض المصطلحات حتفهمي ايش معناها لو فسرتي لي اياها بالانجليزي؟ يعني لو مثلا قلنا على جفا جرف انهار. اكيد يسعدك يا رب. لا قولي لها حق ليلى. ليلى مين ليلى؟ اي واحدة. قيس. حيسعدك يا ليلى. نسيته ممكن. خلينا في الطب احسن. طيب. لا لا اللي حفظتهم يعني. راحوا الآن راحوا الآن. لا يعني they're awkward. The only ones I memorized. ما تقدر من جد على طول يعني في هذاك اللي أتت هند أمها أتت هند تشكو تشكو لأمها. أوكي أحكيها. فسبحان الله من جميع النيرين. فسبحان الله من جميع النيرين. بسم الله عليك بسم الله عليك. صدقيني بتتعلمين، فلا يعني لا تخليها إنه شيء مرة كبير ما تقدرين له. اللغة العربية مرة لغة بسيطة، بما أنه لغة الوالدة لغة الأم اللي هي العربية فصدقيني حتتعلمينها. الحمد لله.
طيب انا كان نفسي اعرف لما جيت لحس لكم 10 سنين انتم هنا صحيح؟ طيب هل عندك بلان؟ عشان عندك بلان خذي بنتي معاكي. والله بنتي تتكلم انجليزي وايراني وفرنسي وبعدين اتقنت اللغه العربيه. ما اعرف ليش يعني. عموما شكرا لوجودك استاذه هند وليلى، يعطيكم العافيه وان شاء الله كل التوفيق ان شاء الله. مشاهدينا حنكمل باقي الفقرات لكن بعد الفاصل.